اسمعوا جميعا، على القائد من الآن فصاعدا، هيا بنا. انتظر انتظر يا صديقي، لقد غلبتني، لكن أنا عندي حكمة وأنت ليس لديك لا عقل ولا حكمة أبدا. ويل لك لا تنفعل، راقبني، سأغلب الليث الأبيض الذي تخافون جميعكم منه. اسمع يا صديقي، يجب على قائد جماعتنا أن يكون قويا وحكيما وقادرا على أن يغلب أسدا واثنين. هذا الطبع يعطف، ما زال حيا. شائع المسكين، أجل إنه شائع. ما هذا؟ إنه ضبع. الأفضل أن أتخلص منه حالا. صحيح، إنه شديد العنف. لقد قتل أبي وقتل زوجتي أيضا. صفوا عن الصراخ، أرجوكم، إني أدرك أنه شرير، إنه يكاد يموت من الجوع وليس من قتله. لا يهمنا جوع، يستحق العذاب. اسمعوني، إنه يموت ولن أدعكم تؤذونه. لا تحاولوا أن تؤذوه، إذا حاولتم أن تؤذوه سأضرب كل من يحاول. المهم يجب أن نحترس منه. هل تظن أنه يمثل ويحاول أن يخدعنا؟ تماماً، لا أستطيع أنه مريض، أن أصدق أنه مريض. ليث، أطفالنا مع الضبع وأنا قلقة عليهم. ماذا تعني بقولك ماذا؟ ألم تسمع ما قلت؟ سمعت، لا تخافوا، سأذهب وأرى.
هذا ليث. انتظر، أحب أن أسألك سؤالا. اسمع، اسأل. أشكرك كثيرا، فكرت بشيء. أريد أن أعلمكما الركض بسرعة. لا شكرا على واجب. هيا، أرجوك أن تركض على محلي. هاي مد الجسد قدر الإمكان واركضا مع الريح ولا تقفزا قفزا. هذه هي الطريقة الصحيحة. الضبع يعلمنا كيف نجري بسرعة. أنت الضبع؟ نعم. وأنت ليث؟ نعم أنا ليث. سمعت أنه أغمي عليك، يسرني أنك الآن بخير. أرجوك أن تعتني بأولادي. هذا ليث من أتيت من أجله. خفت منها؟ غريب، لم يكشف الضبع حتى الآن عن ليث. ليث. نعم أنا صديق. هل تعرفني؟ نعم، ولكن لا أظن أنك تعرفني. جئت بسرعة لأخبرك عن شيء خطير. خطير؟ احذر يا ليث، علمت من أصدقائي أن الضبع جاء ليقتلك. حقا؟ راه هنا، لقد وصل. أيضا إلى أين أنت ذاهب؟ ستعرف. ضبع؟ أنت الضبع؟ أنا الضبع، فماذا تريد؟ اسمع يا صغار، لا تلعب معه. لماذا الآن؟ ومن أنت اللي تمنعنا أن نلعب معه؟ تعال يا صديقي. لا تذهب، هيا نلعب. هل أنت خائف؟ أنا لا أخاف، أنا الضبع، سأذهب معك أينما تريد. ما الذي يحدث؟ أبي، حضر واحد قرن غريب وأخذ الضبع. يبدو أنهما يتقاتلان، ساعده يا أبي. هل تحبان الضبع؟ يعلمنا أشياء كثيرة. أرجوك يا أبي سعد. لا بأس، أمكسا هنا ولا تتبعاني. أنتم في خطأ، ساعدوا يا أبي. مساعد الضبع وهو ينوي قتلي. أرجوك يا أبي، ساعدوا يا أبي. أشكر بي أن أثق بولدي. جئت إلى هنا لأحمي ليث من غدرك، فقد أنقذ حياتي منذ سنوات ولا أنسى فضله. فإذا كان أحد يفكر في قتل ليث سأقتله، فهمت؟ تذكر هذا القول. تذكر أن تنظاري أمضى من قرنك.
يا لك من ضبع غدار. لا تقل هذا، سأغلبك وسترى. هل رأيت أيها العجوز؟ انتظر انتظر، أقاتل من أجلك. كف يا أخي، لم أطلب منك أبدا. كما تشاء، لقد قمت بواجبي. لكن تذكر يا ليت أن من واجبي أن أحميك. ماذا؟ ضبع أولادي يا ضبع، إلا عن النار وعدني به. إذا استمر المطر سيفيض النهر، عندها سأتغلب عليه. لكن أريد أن تعمل لي خدمة. ما هي؟ أخبرا وحيد القرن أن يقابلني بجانب النهر. دعني ذلك الحيوان الكبير. وحيد القرن لا يحبك. أنا لا أحبه. دعني، أنكما ستتقاتلان. سأساعدك. كلا، لا أريد مساعدة، فقد قل له إنني أنتظره عند النهر. حاضر. أين عند النهر؟ ينتظرني هنا. لا بأس، يريد أن يقاتلني. ها، هيا بنا. صديقي، تريد أن تقاتلني؟ هذا صحيح، وسأغلبك يا صديقي. جرب إن كنت تقدر. انظري، سيبدأ من هنا، نرى أفضل. لماذا لا تتحرك؟ إذا كنت عاجزا سأتي إليك. Thank you.
ورد، وردة. أصابني أي، لقد قلت لك وحذرتك، انظر إنه غدار ينوي أن يقتلك. ماذا حدث لولدي؟ خشان سمعتهما يصرخان. ولكن أنت اذهب أسرع أسرع. شكرا. سأخبرك دفاعا عن وردة. سأقتلك دفاعا عن لي. وردة، طبعا أنا كنت مخطئة، ظننت أنك رجعت عن غدرك، ولكنك أخذت ولدي، فأنت ضبع لا أكثر ولا أقل. انتظر لحظة. سأقتلك وحان وقت ذلك. لا عجب، فالغدر طبعك. إذن سوف ترى. يا لك من غبي. ورد، وردة. أنتما بخير، ادخلا تحتي، أمسكا جيدا. ورد، وردة، ضبع. أنا عار على جماعة الطباع، لا أستطيع العيش. طبع 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 طبع